ما تستغربوش ان انا بقول الكلام ده، دي حقيقه. شرع ربنا، شرع ربنا لاي راجل ان مراته تنام جنبه، تنام في حضنه، وتبقى مسؤوله عنه، وتلتبسه الاعذار، وتوده وترحمه. هو ده شرع ربنا على فكره. المسكن، المسكن. فلو انت مراتك بقالها سنين بتنام مع الولاد في اوضه تانية، وهجره في فراش الزوجيه، وصوتها عالي وما بتسمعش، وطول الوقت بتعاملك بالطريقه دي اللي هو ما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، حددها انك هتتجوز عليها. دخل اهلها في الموضوع، كبر الموضوع. نقطه ضعفك صحيح عيالك ومراتك، لكن انت ليك حقوق. قول لها لو انت ما اديتيش حقوقي هروح اتجوز واحد تاني، بس كده. ولو ما قالت لك روح اتجوز واحد تاني، روح اتجوز واحد تاني.